اجت فكره المخبز فكره البنات السته انه يعني بحال جذري الاقي شغل في الاوضاع اللي احنا فيها في قطاع غزه. المشروع ماشي والامور تمام وبتشجع انه الواحد يطور معداته، يطور اليته في العمل، يزيد انتاجه، يزيد من اصنافه. انها هنا ممكن تتصل في اي لحظه في اي وقت تلاقي طلبك جاهز يعني وبنوصل لك اياه خلال ايش التوصيل للدليفري. اكثر صعوبه بنواجهها حاليا اللي هي عمليه العجين والرق، لانه عمليه العجين والرق هي اصعب مرحله. فالمعدات هي بتحكي يعني احنا جبنا بعض المعدات الخفيفه تساعد البنات من للخضار للخلطات لاشي، بس مع معدات العجين غالي شوي ومكلفه بس مش حملها حاليا. فان شاء الله بنجيب عجانه ورقاقه بتساعدنا في الانتاج. لما بابا اقترح علينا الفكرة تشجعنا وشجعنا، ويعني كان عندنا تفاؤل وأمل، وأنا وإخواتي صرنا نساعد بابا في المشروع ولقدام تطورنا. كنا أول إشي يدوي، بعديها بابا جاب لنا أشياء معدات خفيفة تخفف عنا التقل والشغل. طموحي إنه يكبر المشروع ويتطور لأعلى ويصير في كل محافظة إلنا فرع. بعمل جدول كل يومي بمشي عليه كل يوم، بروح المدرسة الصبح، بروح بتيسر على قرايتي، بخلص منها بشوف بابا إيش عمل، إيش أشياء جديدة، إيش نزل أصناف جديدة، عمل صوص ولا ما عملش زي هيك، وبساعده في الخلطات وفي الكل. حبينا نكون اسمنا متميز فسمينا على اسم بناتي على عددهم مخبز البنات الستة. حبينا نعمل فكرة في البيت نشتغل مع بعض أنا وأبوهم والبنات كأسرة واحدة، فحبينا أنه نعمل شغلنا بكل أريحية مع البنات. قسمنا الشغل، إشي بيعجن، إشي بيساعدني في العجين، إشي بيساعدني في الخلطات، وبنقوم بصناعة التميس والبيتزا وبنجهزها وبنخبزها وبنبيعها حسب الطلب.